الرضاعة جزء مهم من نمو طفلك الصحي، وعليك بها دائماً إلا إذا نصحك طبيبك بعكس ذلك. تبدأ الرضاعة مباشرة بعد الولادة وتستمر حتى يصبح طفلك في الثانية من عمره. خلال الأشهر الستة الأولى يجب أن ترضعي طفلك من حليبك حصرياً، مما سيقوي علاقتك مع صغيرك. حليب الأم أكثر صحة من الحليب الصناعي، لأنه يحتوي على مزيج مفيد من البروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن التي تغذي طفلك وتعزز مناعته. أما الحليب الصناعي فقد يكون سبباً لسوء التغذية وزيادة الحمل على أعضاء جسم طفلك. حليبك لا يساعد طفلك فحسب، بل يزيد من مناعتك ضد الأمراض مثل ترقق العظام والسكري وسرطان الثدي وغيرها. اكتشف المزيد حول الرضاعة ومواضيع أخرى لما بعد الولادة مع طفلي شريك أمومتك. حمل طفل اليوم.